البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. وأما من جهة أبولس الأخ فطلبت إليه كثيرا أن يأتي إليكم مع الإخوة، ولم تكن مشيئة الرب البت أن يأتي الآن، ولكن سيأتي متى توفق الوقت. اسهروا واثبتوا في الإيمان، تجلدوا وتشجعوا، لتكن كل أموركم بالمحبة. وأطلب إليكم يا إخوتي، أنتم تعرفون بيت استيفاناس وفرتوناتوس أنهم بكورة أخائية، قد رتبوا نفوسهم لخدمة القديسين، كي تخضعوا أنتم أيضا لمثل هؤلاء القوم وكل من يشترك في العمل ويتعب. ثم إني أفرح بمجيء استيفاناس وفرتوناتوس وأخائيكوس، لأن نقصانكم هؤلاء قد أتموه، إذ أراحوا روحي وروحكم. فاعرف مثل هؤلاء القوم. تسلم عليكم كنائس آسيا، يسلم عليكم في الرب كثيرا أكيلا وبريسكيلا مع الكنيسة التي في بيتهما. يسلم عليكم جميع الإخوة الذين معي. سلموا بعضكم على بعض بقبلة طاهرة. سلامي بيدي أنا بولس. من لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن محروما إلى مجيء الرب. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. محبتي مع جميعكم في المسيح يسوع. آمين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي. آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركته علينا أمين. فاخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا ذوي الرأيين، اشقوا ونوحوا وابكوا، ليتحول ضحككم إلى نوح وفرحكم إلى غم، اتضعوا قدام الرب فيرفعكم، لا يذم بعضكم بعضا أيها الإخوة لئلا تلانوا، لأن الذي يذم أخاه أو يدين أخاه يذم الناموس ويدين الناموس. وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو واضع الناموس والديان، القادر أن يخلص ويهلك. فمن أنت يا من تدين غيرك؟ هلما الآن أيها القائلون، نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة، وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها مثل غبار يظهر قليلا ثم يضمحل. عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. وأما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم، كل افتخار مثل هذا رذي. فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس
فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة، فلتكن معنا أمين. ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ، فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا: إنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطتهم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. النهاردة يا حبايبي 17 بابا أحسن الرب انقضاؤه ويعيده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. آمين. زي النهاردة من سنة 235 للشهداء اللي بتوافق سنة 518 ميلادية، تنيح القديس البابا الأنبا ديوسقوروس الثاني البطريرك 31 من بطاركة الكرازة المرقسية. اتولد في الإسكندرية واتعلم العلوم والأداب المسيحية، وكان متواضع وأخلاقه جيدة ويمتاز بالفضائل الروحية الجميلة. وبعد نياحة البابا يؤنس الثاني البطريرك 30 اختاروه بطريرك، وكانت علاقته طيبة بالأنبا ساويروس بطريرك أنطاكيا لتوحيد وتثبيت العقيدة الأرثوذكسية. لكن حصل في أيامه ناس عملوا مشكلة كبيرة في اسكندرية، وعرف الإمبراطور أناستاسيوس وعاوز يعاقبهم، لكن طلبوا من البابا انه يكلم الامبراطور علشان يسامحهم. وفعلا البابا ديوسقوروس لانه شخصية محبوبة لما كلمه سامحهم علشان خاطره، كان مهتم بتعليم الشعب ووعظهم وتثبيت ايمانهم ورعاية الاباء الكهنة. ولما أكمل خدمته الصالحة تنيح بسلام، بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.
بزمير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركات على جميعنا، أمين. أنت معين عزيز فليمتلئوا فمي سبحان، لكيما أسبح مجدك وعظم جلالك اليوم كله. أحضر إليه أعمى به شيطان وهو خرسه فشفاه، حتى أن الآخر استكلم وأبصره، فبهت كل الجمع وقالوا: أليس هذا هو ابن داود؟ أما الفريسيون فلما سمعوا قالوا: هذا لا يخرج الشياطين إلا ببعل زبور رئيس الشياطين. فلما رأى يسوع أفكارهم قال لهم: كل مملكة إذا انقسمت على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو كل بيت إذا انقسم على ذاته لا يثبت. فإن كان الشيطان يخرج الشياطين فقد انقسم على ذاته، فكيف إذا تثبت مملكته؟ وإن كنت أنا ببعل زبون أخرج الشياطين، فأبناكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يصيرون قضاتكم. وإن كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. والمجد لله دائما.